معاه قائد كبير اسمه محمد صلاح، ازاي يلمم اللعيبه، ازاي بيتكلم معاهم، ازاي بيساعدنا بشكل كبير. معاك مدرب كبير اسمه محمد شوقي، ازاي في الاجزاء اللي بناخدها انا وهو بنعملها مع اللعيبه في الكواليس. معانا وائل جمعه كمدير كره بيوفر كل الحاجات المتاحه. معانا مدرب حراس مرمى جاي هيبقى كبير جدا ان شاء الله اسمه عصام. معاك جهاز طبي انا بشوف انه جهاز عالمي بقياده الدكتور محمد ابو العلا، كلهم عملوا دور في الوقت ده في عمليه الريكفري، في عدم وجود امكانيات، في عمليه حصار الكورونا في 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 الوقت ده، في الزيطه اللي معموله اللي انت عارفها في وسط الفرق هناك مع الاقامات. معاك الناس بتوع اتحاد الكوره جولنا وعاشوا معانا ثلاثه اللي هو مشهور من اول يوم لاخر يوم، وبعد كده الاستاذ جمال علام، وبعد كده الاستاذ خالد الطرندلي. فعايز اقول لك انه الناس لما شافت ان في اجتهاد وفي عمل جماعي ماشي بشكل كويس، كل واحد عارف دوره، معاك عمال اوضه لبس محترفين. انا بقول محترفين لانه حصل موقف انا اشدت بيه قبل كده في الماتش اللي اتعور فيه محمد شريف في كوت ديفوار والفانيلا اتغرقت دم. الراجل بيلف بيقول لي ضيع تيشيرت، لقيت عبد الله واقف ورايا والتيشيرت في ايده بتاع محمد شريف. فعايز اقول لك انه كل الناس واخده بالها من شغلها. فده عمل جماعي، ده عمل جماعي ربنا حط عليه سحابة التوفيق الحمد لله. ان احنا ارضينا الناس والشارع الرياضي، القيادة السياسية حست بيك، بقت حاسة بيك وبتبعت لك. الوزير معانا في كل ماتش من ماتش كوت ديفوار، من بعد ماتش كوت ديفوار. فعايز اقول كل ده نتاج عمل جماعي. اللي انا عايز اقوله في اللي جاي قبل ما تسألني، عايزين ننسى كل ده ونفتكر ان احنا عندنا شهر عمل تاني جماعي. احنا ابتدينا، احنا كجهاز ابتدينا مع الراجل وكلفنا بحاجات كتيره جدا بنعملها. عايزين كل الناس، انا شايف في تكاتف. قرار 60,000 ده بنشكر عليه البلد وبنشكر معالي الوزير اشرف صبحي. جمهورنا انا عارف ان جمهورنا هيقوم بالدور الكبير. نتمنى من الله انه لحد ما نوصل للماتشات تكون كل اللعيبه جاهزه، وما نكونش في اصابات تاني الحمد لله. والمردود الفني يرضي الناس ونوصل كاس عالم بامر الله يا رب. طيب.